طبعا الآثار الاقتصادية فيما يخص فلسطين غزة ولبنان هتكون تكون طويلة المدى من عدد الدمار، وطبعا الأثر على السكان، إعادة أعمار غزة وإعادة أعمار جنوب لبنان وبعض قسم من العاصمة اللبنانية. أنا تقديري مثلا للبنان هي بحدود 25 مليار دولار، يعني مبلغ بيوازي تقريبا 100% من الناتج القومي. الأمم المتحدة وغيرها قدرت أنه 75% ل 80% من البنى التحتية بغزة تدمرت. بعد ما فينا نقدر شو الكلفة هتكون، بس أكيد هتكون ضخمة. السؤال طبعا من وين حيجي التمويل لإعادة أعمار لبنان وغزة؟ هيدا بعد ما نبحث بالوقت الحاضر. دكتور، هل هناك تداعيات اقتصادية أخرى؟ يعني اليوم نتحدث عن حرب مكلفة أصلاً، يعني حتى على الصعيد العسكري، إنفاق العسكري وما ستؤدي، يعني هو ليس الآن أيضاً، يعني هاي الإمبليكيشنز على الإنفاق العسكري، عدا عن موضوع إعادة الأعمار. وإعادة الأعمار هنا كما ذكرت في عنا بنى تحتية وفي إعادة أعمار المساكن وغيرها، فاليوم كيف يمكن أن نحصي التبعات المختلفة لهذه الحرب؟ أكيد تداعيات مرتبطة بهل هالحرب حتتوسع، مثلا هل حيصير في حرب تشمل إيران وباقي بلدان المنطقة، بتأثر بقطاع النفط ومصادر النفط، نقل النفط، السياحة بالمنطقة، كله هيدا حيتأثر طبعا إذا توسعت الحرب. بعض البلدان طبعا تأثرت، مصر اليوم بالنسبة لعائدات قناة السويس نازلة 60 ل 70%، فالآثار صارت موجودة خاصة على السياحة بالمنطقة. السؤال هل هالحرب حتستمر؟ إذا استمرت هالحرب وممكن يكون في تداعيات لسوق النفط، إذا وقف التصدير هونيك مثلا، السؤال هل هنوصل لأسعار النفط توصل ل 80، ممكن 100 دولار للبرميل؟ هيدا بعد ما بنعرفه. ففي عدم يقين بالحقيقة بالنسبة للتداعيات، بس أكيد حيأثر طبعا بالاستثمار بالمنطقة. بعد ما شاهدنا هالشيء بدول مجلس التعاون، بس شاهدناه بباقي الدول اللي محيطة بلبنان وغزة. دكتور، لننتقل إلى تقرير الصندوق النقد الدولي حول الديون العالمية. اليوم نحن عشنا بفترة فيها ارتفاع بنسب الفائدة، فيها ارتفاع بالكوارث الطبيعية، فيها ارتفاع بالإنفاق الدفاعي وضرورة الدفاع من بعد حرب أوكرانيا وروسيا والحرب الإسرائيلية، وتبعات التغير المناخي التي تستدعي إنفاق كبير من الحكومات حول العالم. عم نحكي عن دين عام قد يصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مسببات رئيسية الدول المتقدمة. هل ترى أنه في بالأفق أي جدية بالتعاطي مع مستويات الدين؟ وإلى أي مدى ممكن أنه تراجع أسعار الفائدة اللي نحن قادمون عليه قد يخفف شوي من الفاتورة؟ بالحقيقة طبعا مثل ما ذكرتي بالتقرير ومثل ما ذكر صندوق النقد، هنوصل لأكثر من 100 مليار من هلا لآخر السنة. أمريكا لوحدها تقريبا 35 تريليون دولار. وإذا أخذنا مثلا اللي موعود من قبل بعض المرشحين للانتخابات الأمريكية، ترامب عم يوعد بخفض الضرائب، وهيدي بتزيد حجم الدين تقريبا 7.5 تريليون دولار. فالمتوقع من هلأ لل 2028 أنه حجم الدين العام بالدول المتقدمة توصل لأكثر من 120% من الناتج القومي، بالدول الناشئة تقريبا أكثر من 80%. هيدا ما شاهدناه بالتاريخ. وإذا أخذنا الدول المتقدمة عم يعني نحكي عن 120% من الناتج القومي، هيدا ما شاهدناه منذ الحرب العالمية الثانية. المخاطر تبعيتها طبعا إنه حتى لو انخفضت الفوائد تدريجيا، حجم الدين اللي موجود اليوم اللي مصدر مش حيتأثر بتخفيض الديون، هي فقط الديون المستحقة ويتم إصدارها من جديد اللي حتقدر تستفيد من تخفيض الفوائد. ما معناه أنه كلفة خدمة الدين وكلفة الفوائد على الدين
هي المشكلة الكبيرة لأكثرية الدول بالعالم. أنقذت مثلا لقيت أنه 3.3 مليار دولار من العالم عايشين بدول الفايدة على الدين العام تبعيتهم هي أعلى من الإنفاق على التعليم وعلى الصحة. فهيدي مشكلة الدين مشكلة كبيرة وممكن تتفاقم، لأنه عم ندخل بفترة ممكن تتدنى نسب النمو عالمياً. عندنا مشاكل جيوستراتيجية، هل كان بأوروبا بمنطقتنا أو بالصين، هذا ممكن كمان يأثر سلبا بنسب النمو. ولهالسبب عم بيحذر صندوق النقد والبنك الدولي لمشكلة تفاقم هذا الدين والمخاطر تبعيته.